حول ملف صراع سياسي في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا بكم أستاذ. أهلا ومرحبا. كيف تقرؤون أستاذ حسين هذا الصراع الحاصل على منصب رئيس الوزراء والخلافات بين شركاء العملية السياسية على اسم الكاظمي؟ يعني واضح أنه المشهد في العراق بات أكثر تعقيدا مع ترشيح الكاظمي، إذا ما لم يمرر الكاظمي. يعني أوصلوا المرحلة إلى اللحظة الحرجة أنه أما أن يمر الكاظمي، والكاظمي لا يختلف عن محافظ النجف في شيء اللي رشح قبل هذا المرحلة، إلا أنه يعني يمثل نقطة تفاهم، قد يبدو أنه يمثل نقطة تفاهم أمريكي إيراني إذا ما مرر الكاظمي. ولا زالت أصوات هناك كثيرة في العراق تهاجم وتتهم الكاظمي. المشهد السياسي في العراق مربك إلى درجة وشديد التعقيد بتقديري. اللاعب الرئيسي فيه ليس محليا، اللاعبين المحليين هم عبارة عن ظل للاعبين أساسيين من خارج العراق، سواء في الجوار الإيراني أو في الوضع الدولي الأمريكي اللي بيحاول يزيد من نفوذه اليوم في العراق في ظرف هو غير مهيئ لأن يزداد النفوذ الأمريكي في العراق. الأمريكي في العراق يراهن على كسب قوة عراقية من الداخل لربح المشهد في مواجهة إيران ليس إلا. نتحدث عن هذه الخلافات الأمريكية الإيرانية، لكن إذا تحدثنا عن الأحزاب فربما يكون الولاء الأكبر لإيران. لأي مدى تظنون أن هذه المرة تقاطعت رؤى الأحزاب في العراق مع المصالح الإيرانية ضد تسمية رئيس وزراء جديد، والخلاف اليوم يستجد مع طرح اسم مصطفى الكاظمي؟ حقيقة الأحزاب لم تتقاطع مع إيران، لأنه الأحزاب قبل أن يمر عليها باص إيراني أو ضوء أخضر إيراني كانت تتهم الكاظمي بأنه عميل أمريكي، وكان سبب في يعني اغتيال المهندس وسليمان. ومن ثم كل الأحزاب التي تحدثت عن رفضها للكاظمي في مرحلة واتهامه بأنه عميل أمريكي هي لما رشحته لاحقا. يعني هذا يؤشر، لا يؤشر إلى تمرد هذه الأحزاب على إيران بقدر ما يؤشر أنه هذه الأحزاب قد تلقت موقف براغماتي من الإيرانيين، اذهبوا بهذا الاتجاه فليس لدينا مشكلة، خاصة أن الخارجية الإيرانية يعني أطلقت تصريحا أنه ليس لديها اعتراض على الكاظم. كانت صحيفة المونيتور الأمريكية كشفت عن توافق أمريكي إيراني على تسمية مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق. كيف يقرأ هذا التوافق الأمريكي الإيراني على شخصية حساسة كمنصب رئيس الوزراء؟ أنا أعتقد هذه هدنة بين الطرفين، يعني أنه ما بينهما من وفاق وصراع هو أكبر من مساحة رئاسة الوزراء في العراق، ما بينهما تقاطعات أكبر من ذلك بكثير. يعني اليوم الأمريكي يحاول أن يعزز نفوذه في كردستان وأن يعزز نفوذه في غرب وشمال العراق، وبالتالي ربط المنطقة السورية شرق سوريا بغرب العراق، وهذا سيخلق مزيد من اللا استقرار في المنطقة. هناك محاولات أمريكية اليوم لجر الأكراد مجددا إلى المجابهات. عدم استقرار المنطقة تقديري هو لن يكون لا مصلحة عراقية ولا مصلحة كردية ولا مصلحة سورية. يعني الأمريكي لا يهمه مصالح كل هذه الأطراف بقدر ما يهمه أن الخريطة الكونية والإقليمية التي يعمل عليها، هو يوظف كل هذه الجهات كأوراق في خدمة المشروع الأمريكي، ثم لا يلبث أن يقذف هذه الأوراق في سلة المهملات. وبالتالي على أهلنا في كردستان أن لا يكرروا تجربة الالتحاق بالأمريكي كأوراق ويعني للاستخدام و يعني لمرة واحدة، أو يكرروا الأخطاء بشكل مستمر. على دول المنطقة وشعوب المنطقة وقوى المنطقة أن تتفاهم فيما بينها بعيدا عن التدخلات الخارجية، بعيدا عن النفوذ الأمريكي.
أو تتفاهم مع النفوذ في الجوار، يعني تحاول أن ترتب علاقتها بالجوار بعيدا عن الصراع. ولا يمكن لأحد أن يحسم الصراع بالقوة المسلحة، لا الإيراني ولا المحلي. نعود لهذا الصراع الحاصل اليوم في المواقف بين المواقف الرسمية الإيرانية في موافقتها على مصطفى الكاظمي والأحزاب والميليشيات التابعة لها التي ترفض تسمية الكاظمي في رئاسة الوزراء. كيف يفسر وإلى أي مدى تتوقعون أن يكون هنالك تمرد من قبل هذه الأحزاب، وخاصة الأحزاب التي تملك ميليشيات، أن تتمرد على إيران فيما يتعلق بمنصب أنا لا الكاظمي؟ أعتقد ذلك. أعتقد أنه إيران كما الولايات المتحدة تحاول أن تمرر رسائل أنه العراقيون هم أدرى بشؤونهم، وهؤلاء أناس مستقلون ونحن لا نتدخل في شؤونهم، هم ورقة بديلة. إيران تحاول أن تلعب كل أوراقها المتضادة حتى في داخل العراق كما الولايات المتحدة الأمريكية. فإعطاء مساحة لهذه الفصائل في التحرك لا يعني أن الفصائل متمردة، بل يعني أن الإيرانيين لا يثقون في المشروع الأمريكي، وبالتالي ماذا يخلون مراهناتهم في سلة واحد. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.